نهام اللي هو شغلة نهمة على البحر على ظهر السفينة، واللي نقني في الدار هذه يسمونها الفجري. شغلة الفجري هذه من عقب الأوليين، عقب ما يخلصون القوس في الصيف يقفلون بس يردون الديرة، ومن عقب هذه يجلسون في المكانات اللي هو الديوانيات الميالس مثل، ويقنون ذي الفن الفجري. والفجري هو خمسة أنواع، يتكون أول ما يبتدون البحري والعدساني، هذه يتقن على طار ويتقن على يحال. ليش يتقن على طار؟ إذا مثلا يووهم ضيوف من برا يسمون ذي الأولين يسمون لقنة العود اللي هو البحري والعدساني، يقنونه على طار لأن هم ذلين أساسيين في الفن الفجري، البحري والعدساني. وإذا هم بعضهم بعض يعني الرابع بعضهم بعض، لا يقنونه كله على يحال اللي هو يحال وقابل والمراويس والطوس اللي هي الساجط واللي هي الصافقة الكف. هذه الفن الفجري اللي هو أول شيء البحري، وعقب العدساني، وعقب الحدادي، وعقب المخالفي، وتالي الحسابي. خمسة أنواع اللي هو فن الفجري. هذه سلمك الله اللي قدمناه من ساعة أول ما بدينا اللي هو نهمة الخراب. الخراب نشيل اللانير اللي احنا نسميه باللغة العامية نسميه البيورة أو السن، نسميه نشيل اللانير اللي هو من قاع البحر نشيله عشان نطلع اللي هو في الجالبوت أو البوم أو اسمه يعني السفينة، نطلع عشان نروح الهير عشان حق يقصون القاصة. هذا اللي سويناه اللي هو خراب دواري ينهم النهام على الخراب ويردون عليه جواب قرار مثلا يقول له هلي يا اللولو اللولو ضيع دواوينه، هلي يا اللولو ضيع دواوينه. لقى في النهام الثاني قال لي ضيع دواوينه، هلي من يوم ركبوا عمامي هلي ضيع دواوينه. احنا هذول اللي يبرخون اللي هو اليزوه، يسمونهم اليزوه من قيص ومن سيد، يتشاهدون يمين ويسار يبرخون على الخراب. ذي كسر النهام يستعملون الايقاع اللي هو الطبل، يستعملون الطوس اللي هي الساجات، ويتمون يطقون كف، ناس تبرخ وناس تفتر تطق كف اللي هو الصفقة. وبس هذا هو لين يوصل لانير اللي هو السن. هلي دوا وينه وتمون لك اللي يرقص عشان حق الحركة حق الحماسة، يعطي حماسة عدل، واللي يفتر ويطق كف لين يوصل اللي هو لانيار يوصل وانت على قال ان شاء الله يقوم ان شاء الله. هاي حدوة يسمونها صوت جماعي، هاي يسمونها حدوة. ان شاء الله يقوم، شنو هو ان شاء الله يقوم اللي هو لانيار ان شاء الله يقوم. اللي قال ان شاء الله يقوم يا وقت حق المياديف كبر نهم او يا مال او يا مال او يا مال، خذوا المياديف هذول
على دحك البحر يطلع صوت إياه ويجيب الموال. يجيب الموال لين يخلص الموال اللي هو الزهيري مال النهام الأولي يلقى في الثاني. وصل الهير اللي يبيه مثلا وصل الهير اللي يبيه يطلع يطرح يقول يا رب صلي وسلم على نبينا السلامة على نبينا محمد شفيع يوم القيامة. بس هني ينزلون يقول عاشوا عيال النوخذة يقول عاشوا عيال يشجعهم يعطيهم حماسة. عاد يجيش القيس يلبس الدين ويحط الافطام اللي هو عن الماء يليدش في خشمه ويلبس الحير. الحير اللي هو قطعة الرصاص اللي هي تنزل القوع قاع البحر ويتملت ياخذ المحار اللي الله يرزقهم منه ياخذ المحار لين جريب لين ينقطع نفس ماله ينبر ينبر ويسوب عليه السيب في شخص واحد هناك ينتظره يحرك الاخراء الحبل اللي يسمونه ليده ويسوب عليه يسوب عليه وينتظر هناك هذا السيب وياخذ اللي هو الديين وينشله في اللي هو في اللنج في السفينه ويلبسه مره ثانيه وبعد يهد. هذه شغلات اسمه لقاصله تبتين هذا اللي هو يقوص له يقوص يعني اللي هو يهد روحه مره مرتين ثلاث مرات يركب فوق يشرب له فنجان قهوه ياكل له تمره شوي يحلي ريجه يعني زين تالي بعد يردوا مره ثانيه كل واحد كل سيب على قيصله. الحين بيبدل مثلا الحين ضعف عند المحار شالوا المحار اللي الله يكتبه وضعف قالوا يا ناخذه ترى المحار خف المحار قال بدل يعني معناته تبدل بس روح مكان غير يعني اللي هو هير غير عاديت على مثلا دار هوا مثلا دار هوا في دار الهوا اما يخطف خطفه شراع عدل اما شراع اللي هو البس هو الدقل العود شراع العود والدقل الثاني اللي سويناه من ساعه هاي يسمونه الجيب هاي اصغر وثلاثة شراعات البس والجيب والقيلمي هاي ثلاثة شراع يطلعون الشراع من الكاميرا عشان يخطفون على الجيب يبون حدوة ثانية هيلي يا هيلي يا هيلي يا هيلي يا هيلي يا هيلي كلهم صوت جماعي من سيب من قيص من تباب من رضيف ويبون هذه الحدوة هيلي يا هيلي يا هيلي متعالى قال النهام هيلي يا ما هيلي الحين طقاق الطبل ومعلق الطبل إيقاع الطبل معلقه على رقبته واللي عنده الساجات بعد مياول وهذين يردون يواب عليه هيلي على شفيعي هولو شفيعي العباد هولو وشفاعتك يا يبقل يا محمد هولو يوم الحشر يا وصل قال عليك يا نبينا صلينا يعني بس انه وصل المكان اللي يبيه ونزل انزلوا الهير وقاموا يقصون هد القيص ويود السيب ليده يكون يسوب على القيص ياخذ اللي الله يكتبه ياخذ نصيبهم من البحر. ايه وهذه اللي هو شغله القوص لها سوالف وايد وله نهمات وايد بعد انا ما قلت لك لكن بتقول السالفه.
Thank you.